هل يجوز دفن الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل مثل الجرائد ونحوها؟ دفنها في ايش؟ اي نعم، بس لا تكون في ارض قدره، تكون في ارض نظيفه. كذلك ايضا ما يتلف من المصاحف ادفنه في ارض نظيفه، واحسن من هذا ان تحرقه اولا ثم تدفنه ثانيا، لانك اذا دفنت ربما تجي السوافي وتطلعه، فاذا احرقته اولا ثم دفنته صار احسن. نعم.